استحدثت وزارة الأوقاف إدارة للتدريب عن بعد تعني بتدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بها حرصا على رفع مستواهم علميا وثقافيا ومهنيا. وفي شأن آخر، بلغت حصيلة الوزارة من مبيعات صكوك الأضاحي حتى الآن 16 مليون جنيه. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف مراسل أخبار مصر الزميل وليد هيكل. وليد، بعد التحية، أطلعنا على جديد وزارة الأوقاف سواء فيما يتعلق بتدريب أو الأئمة أو بما يتعلق أيضا بصكوك الأضاحي. نعم زميلتي العزيزة مروة من ديوان عام وزارة الأوقاف، متابعون معكم. وبالفعل كما ذكر الخبر معك مروة الآن، أنه في ظل جائحة كورونا التي فرضت وسائل تعليمية جديدة ضمنها الوسائل التعليمية، استحدثت بالفعل وزارة الأوقاف إدارة الدعوة الإلكترونية والتدريب عن بعد، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع مستوى الأئمة والعاملين بها علميا وثقافيا ومهنيا، في ضوء عملية التصارع التكنولوجي وسياسة الدولة المصرية في دعم قضايا التعليم. دعينا مروة نقترب من هذه الإدارة الجديدة التي استحدثتها وزارة الأوقاف من خلال الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة أوقاف الجيزة. دكتور السيد مسعد وكيل وزارة أوقاف الجيزة، ما أهمية إنشاء إدارة التدريب عن بعد وإدارة الدعوة الإلكترونية خلال الفترة الحالية، وكيف بالفعل يتم اختيار المتدربين لهذه في تلك الإدارة؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإن المهمة الأولى لوزارة الأوقاف هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ووزارة الأوقاف أخذت على عاتقها أن تواكب العصر، بل تسابق الزمن في استحداث الوسائل التي تؤدي إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء للجمهور أو للأئمة والواعظات وتدريبهم التدريب السليم. فبالنسبة للجمهور ونشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وزارة الأوقاف لها موقع يشاهده أكثر من 25 مليون زائر، وأيضا لها موقع وزارة الأوقاف على الفيسبوك يتابعه أكثر من مليون زائر. لها قنواتها منبر التجديد على التليجرام وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام، وكذلك لها الكتب المرئية والمسموعة والمنشورة على تلك المواقع. وفي ظل هذا الظرف كورونا الذي اجتاح العالم كله، وزارة الأوقاف أيضا لابد أن تسير العصر وتحافظ على صحة المواطنين وصحة الناس الذين يترددون سواء للتعليم أو للتدريب. فأنشأت وزارة الأوقاف إدارة الدعوة الإلكترونية. هذه الإدارة مهمتها أن تصل بالتدريب، تدريب الدعاة والواعظات إلى الله سبحانه وتعالى إلى أعلى مستوى. هذه الإدارة تتعامل مع المتدربين عن في التدريب عن بعد، فتعمل على تدريب أكثر من 400 متدرب في الشهر، يتلقون تدريبهم من خلال مدربين مستعدين لتوصيل المعلومة، متدربين متخصصين. هؤلاء المتدربون يعني يقومون بتدريبهم في واقع ساعتين في اليوم في 5 أيام، واقع 10 ساعات أسبوعيا. كل الشكر لك دكتور سيد مسعد وكيل وزارة أوقاف الجيزة. أما زميلتي العزيزة مروة، عن جديد صكوك الأضاحي لعام 2020 من وزارة الأوقاف، يسعدنا أن ينضم معنا الدكتور محمد أبو ستيت المشرف على مشروع صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف. دكتور محمد أبو ستيت، ماذا عن جديد مشروع صكوك الأضاحي خلال هذا الأسبوع وحصيلة المشروع حتى الآن، وكيف يتم إيصال الصكوك إلى كل من يريد شراء صك؟ بفضل الله تعالى يا أستاذ وليد، تم تحصيل أكثر من 16 مليون و500 ألف جنيه خلال هذه الفترة. بنقدر نوصل لأكبر عدد من الجمهور عن طريق موقعنا وزارة الأوقاف وعن طريق خدمة توصيل الصكوك للمنازل بالدخول على الموقع وطريق أرقام التليفونات الموجودة على الموقع. هذه المبالغ بفضل الله تعالى تترجم إلى صكوك يتم توزيعها على الفقراء والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية طوال العام، ويتم الذبح في الوقت والضوابط بالضوابط الشرعية التي نصت عليها السنة النبوية.
تمام. إذن بإذن الله نأمل المزيد من تحصيل مبيعات صكوك الأضاحي خلال الفترة القادمة بإذن الله دكتور محمد أبو ستير، لتوصيل اللحوم إلى عدد أكبر من المستفيدين خلال الفترة القادمة إن شاء الله. كل الشكر لك دكتور محمد أبو ستير المشرف على مشروع صكوك الأضاحي بوزارة الأوقاف. نعم، والشكر موصول لك أيضا الزميل. نعم تفضل. نعم وليد هيكل، كنت معنا من مقر وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لك وأيضا لضيفيك الكريمين.